السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. كثير من الإخوان والأخوات قد يقول حالتي استعصت على كثير من الرقاة، ويعني واستمعت إلى كثير من الرقية المسموعة وفعلت الكثير من البرامج، ولكن لا جدوى. حالتي يعني فيها مس قديم منذ 20 سنة، فيها أسحار كثيرة عندنا التجديد بالليل والنهار. ولكن أختي في الله، أخي في الله، سوف أعطيك برنامج قوي بإذن الله تبارك وتعالى، سوف يؤثر عليك مع 4 شهور 6 شهور، بشرط أن تتوكل على الله الحي القيوم ولا تستعجل الشفاء. فبإذن الله الواحد القهار سيؤثر عليك ولو بعد حين، ولكن اصبر واقرأه بخشوع وتدبر وخذ بنصيحتي. وهذا البرنامج لا بأس أن تقرأه كذلك على الماء وتشرب وتستحم به بإذن الله، ولا بأس أن تقرأه على الزيت إذا عندك وتدهن به. سوف تجد أنه يؤثر على جسدك تأثيرا بليغا بإذن الله تبارك وتعالى، فتابعنا حتى الأخير لتعرف هذا البرنامج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم أحبتي في الله. هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى هو برنامج قوي، برنامج قوي يتكون بإذن الله تبارك وتعالى من آيتين وصورتين، آيتين وصورتين، آيتين عظيمتين وصورتين عظيمتين، صورتين رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، و أعظم آيتين تخاف منهما الشياطين والسحر. لذلك أتيناكم بصورتين وآيتين ليكون هذا برنامج شاملا، يعني شامل. عندك سحر عين وحسد قارين شياطين سوف تؤثر عليهم في مدة طويلة، يعني أن يكون عندك نفس، يعني ستقول لهم لو بقيتم معي سوف أقهركم، أنا معكم أعذبكم سنة كاملة. لذلك اصبروا أيها الشياطين، سنرى من سيصبر، أنا أم أنتم. لذلك إذا يوسوسون لك فقل لهم هذه الأشياء في عقلي، فركز على هذه الخطوات، أن تقرأ هذا البرنامج بإذن الله الواحد القهار في أي وقت يروق لك، أن تبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وتقرأ سورة الفلق 33 مرة، سورة الناس 33، تقرأ آية الكرسي 34، لقد أكملت 100، وتقرأ بإذن الله تبارك وتعالى كذلك 900 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، بتسبيح خاتم التسابيح، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 900 مرة، مع 100 مرة فيها آية الكرسي سورة الفلق سورة الناس، يعني هذا البرنامج فيها 200 بين الصور والآيات. فإذا فعلته سيأخذ لك تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى ساعة ونصف، ساعة وعشرين دقيقة، أو حتى ساعتين إذا قرأته بخشوع وتدبر. فاحرص أخي المبارك أختي المبارك أن هذا البرنامج، وعليك أن تعلم أن هذا البرنامج لا يفعله إلا الأقوياء المتوكلون على الله الصابرون. لذلك الناس الكسالى أو الناس الذي يذهبون إلى الراقي يقرأ عليهم آيتين، أو الناس الذي ما يستطيعون يقرأ صفحتين من القرآن ثم يغلقه، لن يستطيعوا أن يقرأوا هذا البرنامج، لأنه برنامج فيه عجز للناس الذين يستطيعون أن يقرأوا. ولكن الذين يعانون منذ سنين 20 سنة سوف يقرؤونه بإصرار بإذن الله تبارك وتعالى، لأنهم يريدون الخلاص، الخلاص من هذه الأسحار ومن الأبالسة والشياطين. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.